في بعض جوانب اعتقد مال منظمه مجتمع مدني مال ناشطين. ايوه تدافع دار الدوله ناشطين يعني ساب اخوك كلنا شيعمو ثلاثه يعني انه طال ضروره يعني شوف انا شو ما ادري كلش ما مقتنع به وطبعا مو اول مره زين احد الوزراء السابقين في الكهرباء قال نطالب بتوفير الكهرباء. انت شنو شغلك؟ صدق هاي؟ اي والله انت شنو شغلك؟ هو وزير يعني هو وزير مو هذا مو هذا لا هو مستعد. وزير طلب هيك؟ اي طبعا هذا هم نطالب دعم الحكومه ايضا ترى هذا مثل اخوته ماكو فرق